الزلزال بصير بشكل مفاجئ. لتحموا أنفسكم من مخاطر الزلازل، يجب عليكم اتباع الخطوات التالية. إذا كنت بالداخل وبدأت الأرض بالاهتزاز، فوراً انزل على يديك وقدميك تحت الطاولة أو أي إشي صلب، وضع يد على رأسك ورقبتك واليد الثانية امسك فيها الطاولة لمنعها من الاهتزاز. إذا لم يكن هناك شيء صلب لتنزل تحته، قف تحت حاجب الباب أو زاوية الغرفة، ابقى في الداخل وابتعد عن الشبابيك والزجاج واحمي حالك من الأشياء التي من الممكن أن تقع. إذا كنت في الخارج، اقترب من مكان لا يوجد فيه شيء فوقك وانزل على ركبتيك واحمي رأسك ورقبتك. ابتعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة التي يوجد فيها الكثير من البنايات وعن الأماكن التي من الممكن أن يقع فيها صخور. إذا كنت بالمدرسة، يجب الإخلاء بسرعة وهدوء. امشي بخط واحد بالقرب من الحائط وابتعد عن الشبابيك. حماكم الله. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.